بسم الله الرحمن الرحيم. هنكلمكم عن حالة شيقة وهي حالة اليورين ريتينشن في الجود مين جود. طبعا اليورين بلادر لما يبقى فيه ريتينشن في البول او المثانة البولية بتبقى ديتكتابل او محسوسة من الخارج, بتبقى محسوسة من الخارج كده. بنعسها في التو فلانكس كده بايدينا, تمام, فبتبقى ايه محسوسة. حاول تنم. بننيم الحيوان ماشي نومة معينة اللي هو بينام على ظهره دور زي كده وبنلم رجليه. لا لا امسك, بنلم رجليه تمام, بنلم رجليه وباستخدام النيدل هولدر او الارتري فورسيبس بنحاول نطلع البينس بنحاول نطلع البينس تمام. الاسطون اهي قدامنا, الاسطون اهي قدامنا في اليوريسترال بروسيس, في اليوريسترال بروسيس. ادي الاسطون, جرب عليها تاني, جرب عليها. ادي الاسطون اهي, فبحاول اشيل الاسطون ماشي واشيل اليوريسترال بروسيس, اليوريسترال بروسيس معانا على اساس ان هو ايه ما يحصلش ريكارنسي للحصوة, تمام. فبروح قاطع الحصوة باليوريسترال بروسيس, يوريسترال بروسيس. ادي الحصوة اهي على ايدي تمام. ابتدى الحيوان ينقط بول, ابتدى الحيوان ينقط بول. ادي الاسطون اهي طلعت تمام, وادي الحيوان ابتدى ينقط بول كده. طلعنا الحصوة بأسهل سهولة. الحيوان اندر ترانكلايزر برضه عشان ما يقعدش يزعج, لان المعزه بتزعج. بصراحه هو موضوع شيق وانا عايز اكلمكم فيه كتير. خد يا عم هشير, خلاص سيب دي. طبعا عايز اتكلم معاكم بالنسبه لليورين ريتينشن. اليورين ريتينشن ده ليه مواسم. المواسم في الابقار والجاموس ممكن تكون منتهت من شهر 3 لشهر 6 في موسم البرسيم. الكالسيوم بيترسب اكتر وبيعمل لنا الاستونز. طيب المكان اللي ممكن يحصل فيه الاحتباس في العجول, في العجول الغالبيه العظمى بتبقى في السجمويد فليكشر, في السجمويد فليكشر تمام. وغالبا لما تلحقش الحيوان بيحصل ايه, بيحصل رابشر يورينري بلادر. لكن الماعز والاغنام اللي هي بتعدي سنه بيبقى فيها الحصو اكتر. يعني لما تعدي سنه الاغنام والماعز بيبقى فيها احتماليه الحصو اكتر, وغالبيه الحصوه في الاغنام والماعز بتبقى في اليوريسترال بروسيس قدام. ضامين اللي جيتها في السجمويد فليكشر زي الحيوانات الكبيره, واللي جيناها في السجمويد فليكشر بنضطر نعمل ايه, يوريسروستومي. يوريسروستومي ميك ابيرمننت فيستولا في البينس والجلد تمام. طيب لما نيجي نتكلم عن موضوع مهم وهو موضوع الكاسترة. الناس اللي بتقول لك نركب كاسترة, هتركب كاسترة تمام في الحيوانات الكبيرة في حاجة اسمها يوريسترال دايفيرتيكولم. يوريسترال دايفيرتيكولم ده قبل اليوريسترا, فالكاسترة بتخش اسهل. اليوريسترال دايفيرتيكولم بتحصل بتعمل له رابشر يوريسترال دايفيرتيكولم وما تخشش على المثانة البولية. يبقى اذا تركيب
الكسترة تمام، في الماعز وفي الأبقار والجاموس، ده كلام مش مظبوط تمام. لكن الكسترة ممكن تركب فين؟ في فصيلة الإكواين. فصيلة الإكواين طبعا البينز بتاعها بيبقى حاجتين، كوربس كافرنوزم وكوربس اسبانجيوزم تمام، وما يشابه البينس بتاع الانسان تمام. ممكن يركب له كاسترا، الكاسترا بتخش على طول على اليورينري بلادر. اما في الابقار والجاموس والاغنام والماعز، الاسهل ان هي بتخش اليوريسترال دايفرتيكولم وتعمل له رابشر. اول ما يحصل رابشر في اليوريسترال دايفرتيكولم بنلاقي البول يتجمع في منطقه البينس والبطن تمام. طبعا في الحيوانات الكبيرة بنضطر لما يكون في رابشر يورينال بلادر بان احنا نفتح البطن تمام، وبنخيط اليورينال بلادر وبنركب فوليك اسيتر 3-4 ايام لغاية الحيوان ما يصرف ايه البول واليورينال بلادر يحصل لها هيلينج تمام. فا ايه اللي بيحصل في تكوين الحصوات؟ الحصوات بيحصل لها ايه؟ اما بكتيريال انفكشن تمام في الكلى او في الحالب او في المثانه البوليه، فبيحصل استقطاب لبعض الشراشيب موجوده كده فين؟ في الكلى، وبيروح متجمع حواليها الاملاح، وبعد فتره بتروح سايبه تمام؟ فبتعمل احتباس فين؟ في البينس تمام. طبعا تمت العمليه وتحت امركم، وكل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم، ويصور عمك بشير. صور طيبين ان شاء الله، ربنا يزيدكم من علم الدكتور. يا رب الله يكرمك، الله يبارك فيك، الله يخليك، الله يبارك فيك. ماشي ماشي، تمت.